ساري عزوني لاري الى موراتو، موراتو في المحاوله لياسين في الارضيه خطره والراسيه الى خارج ارضيه الملعب. نعم هذا الخطر من موراتو، التمريره وايضا العرضيه التي كانت بهذه الطريقه، ولكن الارتقاء كانت العرضيه كانت نعم تقدم لاعب مهم وغاريتي كذلك. هنا الكره الراسيه الى خارج ارضيه الملعب. المباراه الماضيه امام الجبلين استطاع التسجيل في الدقيقة 15 والكرة إلى خارج أرضية الملعب. يبحث عن زميل، يبحث عن زميل الآن. موراتو يمرر إلى ياسين دحفا عن العرضية، العرضية. ياسين نقلة بالراس مرت، لا زالت فيها خطورة. سريع الله عليك موراتا. فرصة الآن لياسين برناوي يعرفها خطيرة لفريق الفيصلي، لكن وصلت في اليسار. كرة اليمين ياسين عرض كرة داخل منطقة الجزاء بعاد من أنوفو. بعيد النتائج الإيجابية والبسمة لمحيى المحبين العربي، هنالك في الرس بثلاثة أهداف مقابل هدف، يعني ذلك الصدارة للعروبة. الهدف، الهدف لا زال يطبخ على نار هادية من جانب الفريقين. من سيسجل الهدف الأول؟ إلى ركلة ركنية تلعب لكن خلصها برناوي، عادت بعد ذلك الفريقين. لكن أبرز الكرات المهدرة كانت لبول غاريتا المهاجم صاحب الرقم. المباراة مغايرة بالنسبة للعربي عن المباريات السابقة، تعود بعد ذلك عن طريق منتحب المراوغة أولاتيون يلعب العرضية، بعد ذلك يكسب ركلة ركنية. الآن تغطية رائعة من ياسين برناوي، الجزاء شال الآن، شال يحاول في المهارة شال، لكن ياسين، ياسين بالخبرة يتمكن. تمريرة الآن كانت من لوكاس في اللقطة الماضية. كريم لم نشاهد كريم في هذه المباراة سوى في اللقطة المثيرة التي كانت في شوط المباراة الأول. تحسن ضربة جزاء طويلة وأمامية بشكل رائع، لكن تغطية دفاعية من موراتو. والآن إلى ياسين مرة أخرى، ممكن العرضية لكنه موضوع، بعد ذلك إلى سوزا خطيرة أن إلى موراتو. موراتي في أواخر الربع ساعة، هل يسجل هدف الفيصلي؟ هدف ثالث وهدف من إدراك للتعديل، لكن لا 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 الآن الدقائق الأخيرة، الآن الدقائق الأخيرة. حاول لفريق الفيصلي نقل الكرة إلى خمسة، هذا هو محمد العمري إلى الدفاع إلى خارج أرضية الملعب. كرة كانت متاحة لفريق الصفا لأن يباغت فريق لفريق الفيصلي في هذه المباراة، هذا هو ما يكون، بل إنه سجل الهدف الأخير كان في الوقت الضائع وفي اللحظات الأخيرة. إذن وهو يعرف أن هذا التوقيت. سلطان الشهري بعد ذلك خلصها ياسين برناوي، تتحول لضربة ركنية رأسية صامويل، لكن أيضا تتخلص أفونسو اليسار. هناك بحثا عن أرنولد، استلام أزال على الفيصل، تبعد بالرأس من ياسين برناوي، يلعب كرة على اليمين لفريق الفيصل انطلاقة في بداية اللقاء بالضغط. محمد العمري يظهر بعافية مرة أخرى، كرة على اليمين، محاولة الفريق الفيصلي أمامية، محاولة العنابي في مجريات هذه المباراة. كرة من محمد العمري تبعد من محمد العمري، عادت على اليمين سريع علي نوح، يجد لها حل المدرب البلجيكي. برناوي إلى ركلة الزاوية، إلى مقطوعة كرته على اليسار سريع سعد المولد، الكور على مهاجمين فريق الباطن في حالة الاندفاع الهجوم، بعدها الحارس بعد ذلك يحل قرني. عادت بعد ذلك لمصلحة هدف من أجل أن تكون أكثر إثارة الحربي، لكن هذا الفيصلي في هذا الموسم باك. الحكم يشير مؤيد الوصول بشكل مثالي جدا. إذا
الان عادت لمصر، عادت بعد ذلك مرور جميل جدا، لمسه اليد والبطيره مع الصافه، ياسين برناوي يبعد الكره، احمد التمرير، شوف فيرجيل يحاول في لقطه خلف الدفاعات، جميل يحاول بمهارته يلعب الكره لبول، بول الممتعة اللي كان بالامكان افضل من مكان كان المدافع في اللقطه الماضيه، يبعد الكره الى بول، شوف دائما الصراعات، كره تتمرر في الجهه اليسرى، القاسم يلعب البي دوغاريتش، يوم الكرة إلى سيميدو، دافع الأيمن في تشكيلة حلوة الفكرة وجميل المرور من جانب أحمد فلاتة، إعلان الخطورة من جانب يلو في هذه البطولة ليصبح الدور الستة، لكن على طول الدفاع أبعت الكرة، والوحدة الإماراتي والوسط الإماراتي والأهلي الإماراتي، التقدم لحسين يلعب الكرة لركان الشملان اليوم. اي والله حضور عالي وتركيز كبير من جانب البدلاء. بيكي سجل هدفين المباريات اللي لعبها من، لا تزال النتيجة 1-0 منذ الدقيقة 17. إلى ما فيتو لاعب فريق لاكو سهولة هدف اللقطة الماضية، برناوي العوبة لمصلحة فريق القادسية، ما بي لعب الكرة عقلها، لعبها الكرة الآن ملعوبة، لاعب فريق الفيصلي ياسين يبحث عن زميلة وخطيرة لفريق الفيصلي، رفضت ولكن التغطية الدفاعية الحاضرة، برناوي حاول في الكرة الماضية إعادة الكرة، يتقدم بهدف مقابل لا شيء لفريق الفيصلي أرضية الملعب، نقترب من الدقيقة، هنا خروج لفلاديمير أو الفلاديمير إلى يزيد أبو ليلى إلى جيموفيتش، حيعرض عرض ولكن التغطية الدفاعية الحاضرة، أو محمد مرتدة الدوسري هنا إلى فرلاندو البرازيلي، كرة ملعوبة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، أقوى خط هجوم العربي ب 13 هدف، يأتي بعشرة أهداف، عادت للجبلين في الجهة اليسرى، محاولة حاتم بلال، هشام على نهاية المباراة، فرلاندو يوحت الفيصلي، النجع خطير، دوران بشكل رائع على جهة اليسرى، ورناوي المباراة بدأت تاخذ طابع الانفتاح شويطي إلى أبو عابد من جديد، وكرة وانا أمام عبد الكريم يودة صاحب الهدفين، عودة من جديد الفرو، عودة من جديد إلى العدالة، يودا خلص تعود للفيصلي الآن، لا ينتر نقلة إلى الآن سريعة على الدوسري، الرشيدي أقرب، تراجع للفيصلي وضغط للعدالة، أورو جميلة داخل منطقة الجزاء، تعود الآن من الدوسري إلى الجمعان، حسن الحربي آخر 9 دقائق في محاولة، حاتم إلى ياسين، الجمهور في المدرج يحاول، كريم خلصها، والعامري ينجح علي إلى عبد العزيز الجمعان، يحاول طويلة من علي، إليكس البديل إلى عبد المجيد بشكل جيد، ومحاولة لا زالت استمرارية اللعب، عريب إلى علي السالم إلى القحطاني، شيم ولكن التغطية من، يا سلام كرة ملعوبة الآن، الدفاع إلى وسط الملعب فريق الترجي، فريق الفيصلي، كرة تنفذ أمام 3 لاعب، الله الله عليكم الترجي، الترجي يقف المناخ إلى مراتة، إبعاد إلى ركلة، عادت مرة أخرى روجيريو يحاول فيها أمامية اليسار لكن بعيد على أكونو، أكونو أمام 3 حاضرة بالراس، هذه كرة لفريق الفيصلي لكن بعيدة، تكون في صفك فريق الفيصلي، هذا المساء قدم ياسين برناوي أخذها بشكل رائع، ملعوبة الآن لفريق الترجي، أحبط الفريق صراحة بعد الهدف الثاني، نضيف في الشق الدفاع المباراة الرائعة في الشوط الثاني بصراحة،
وما تكتمل المباريات إلا لكن رائع لفريق الترجي. لديه الخبرة في ذلك. تمريرة من اليسار إلى اليمين، فرصة الآن على جهة اليسار كثيرة، كان عدد الفرص والمحاولات قليلة سواء من جانب أحد أو بعد الركلة الركنية، تلعب الركلة الركنية لكن رأسية ممتازة. هنا فرصة لأندية دوري يلو بعد أن شاهدنا الانطلاقة بالأمس، تستمر مباريات دوري يلو لليوم الثالث والإبعاد إلى ركنية لمصلحة الفيصلي. الرياض والأخدود لسنوات طويلة لكنهم بذلوا كل ما يستطيع دوري انتهت إلى رمية جانبية، عادت مرة أخرى الجندل سيحاول أن يخفف من ناوي. ياسين يدخل إلى العمق، لم يختبر دفاع الفيصلي هذه